بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي قناة بعد الماتش على يوتيوب وصفحة بعد الماتش على الفيسبوك. بسلم عليكم جميعا جمهور نادي الزمالك، النادي الاكثر تتويجا بالبطولات الافريقية في القرن العشرين. لايف جديد واخبار جديدة ان شاء الله باذن الله تلقى قبول واعجاب حضراتكم، ولكن اكيد كما عودتمونا لا تنسوا من الدعم اللي بننتظره منكم يوميا. لو انت على الفيسبوك لايك وشير واعجاب ومتابعة للبيج، ولو انت على يوتيوب اكيد مش هتنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير للفيديو. خلوني اقول لكم النهاردة عندنا ايه. النهاردة هنتكلم على كواليس عودة المستشار مرتضى منصور الى الزمالك من جديد، ومين النواب اللي هيبقوا معاه، وكمان هنتكلم على موضوع العزل، هل تنفذ ما تنفذش، وكمان هنتكلم على الاتحاد الكورة بيفكر انه يحرم نادي الزمالك من المشاركة الأفريقية، ومفاجأة الاتحاد العربي لنادي الزمالك، وكمان هنتكلم على قضية كهربا والتأجيل، وكلام مهم جدا 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 هنتكلم مع بعض النهاردة فيه، ودعوة سحب بطولة السوبر من الأهلي والشكوى بتاعت الزمالك اللي مقدمها في الفيفا. ولكن لغاية ما العدد يجمع ولغاية ما العدد يزيد، خلوني اقول لكم خبرين ثلاثة كده لغاية ما نزود القصة شوية. يمكن الجهات الامنية وافقت على 20,000 متفرج لمباراة الاهلي والوداد في النهائي، وطبعا اي حد بيتابع واي حد بيهتم بالشأن الرياضي وكرة القدم تحديدا هيلاقي ان الكلام ده يعني غير واقعي. ليه؟ لان الاهلي اتفتح له المدرجات بالكامل في مباراة ربع النهائي، واتفتح له المدرجات بالكامل في مباراة نص النهائي. عاوز تقنعني ان هنيجي في النهائي هندخل للاهلي 20,000؟ ده يعني كل الاحترام طبعا للجهات الامنية والكلام والاراء بتاعتهم، ولكن انا بتكلمك من وجهة نظري الشخصية ورأيي شخصي ان الاهلي هيتفتح له المدرجات زي ما هو عاوز. ما تقنعنيش ربع النهائي ونص النهائي يتملوا والنهائي ما يتمليش يعني، وخاصة اذا كان هذا هو النادي الاهلي، وانتم عارفين النادي الاهلي ماذا يمثل عند الدولة المصرية: استقرار الاهلي، دعم الاهلي، بطولات الاهلي، الاهتمام بالاهلي، قصص 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 يعني. فده بالنسبة لحضور 20,000 متفرج. خلوني اقول لكم ان الاستاذ خالد مرتجي دمه خفيف عارفين، وراجل لطيف وحبوب يعني. هو بيلعب دايما على ذاكرة الجماهير هنا وهنا وهنا، وبيحب دايما ان هو يطمس الحقائق. وكمان انا معرفش هل هو يقصد خالد اللي هو بيعمله، ولا خالد ما عندوش معلومة، ولا خالد ما عندوش معلومة. طلع خالد اتكلم على البطولة بتاعت يعني ان الاهلي هو النادي الوحيد او اول نادي بيشترك في كاس العالم للاندية في كرة القدم والبطولة والسلة والطايرة واليد وكده يعني. فطلع علينا الناقد الرياضي الاهلاوي خالد طلعت، وخالد طلعت راجل اهلاوي واعتقد شغال في موقع في الجول يعني. طلع خالد طلعت وكذب تصريحات خالد مرتجي. بيقول في خبر بيقول ان الاهلي ده، خالد طلعت على حسابه على تويتر بيقول في خبر غلط بيقول ان الاهلي اول نادي في العالم يصل الى كاس العالم للاندية في الالعاب الجماعية الاربعة الكبرى: القدم والسلة واليد والطايرة. والصح هو ان نادي الزمالك هو اول نادي في العالم يصل الى كاس العالم للاندية في الالعاب الجماعية الاربعة، حتى كرة القدم، حتى كرة القدم الزمالك هو اول نادي مصري يشارك في البطولة، ولكنها تم الغائها لاسباب تسويقية. ما كانش في اعلانات انها تيجي وترعى البطولة والجوائز، انتوا عارفين دي بتبقى من الرعاة، قصة كبيرة كده. ولكن خالد طلعت بيكذب تصريحات خالد مرتجي اللي دايما خالد بيحب يلعب على الجماهير، على يعني مش عايز اقول جهل البعض، ولكن عدم المام جمهور الاهلي
بالتاريخ والقصص والحكايات والكلام ده كله. فده بالنسبة لخالد مرتجى. تعالوا بقى بينا ندخل على كلام مهم ونقول ان مرتضى منصور بينتصر على الوزير. ما زال المستشار مرتضى منصور عنده ادواته. ما زال مرتضى منصور يملك الادوات اللي تساعده ان هو يكون موجود في نادي الزمالك. وانا بقولها والاسباب كتيرة. مرتضى منصور لن يرحل عن نادي الزمالك الا بعد عمر طويل ليا. فمرتضى منصور اولا الفترة اللي فاتت كانت علاقته بالوزير مش كويسة. وخاصة بعد موضوع زوال العضوية وان الوزير طالع وعاوز يعمل ازالة عضوية مرتضى منصور من مجلس ادارة نادي الزمالك. وكانت الامور صعبة جدا وانا بشكل شخصي ولكن مش هفسر. شفت المستشار مرتضى منصور كمية غضبه من وزير الشباب والرياضة. وكل جمهور نادي الزمالك بالمناسبة غضبان من وزير الشباب والرياضة اللي بيوكيل بمئة مكيال ما بين الزمالك والاهلي. اللي ما بيعملش او مش بيقيم العدل ما بين الزمالك والاهلي. كان في خناقة وكان في مشكلة كبيرة ما بينهم. ولكن تم عقد جلسة خلال الايام الماضية ما بين المستشار مرتضى منصور وما بين وزير الشباب والرياضة. وكان هذا الاجتماع وكانت كواليس هذا الاجتماع برعاية مسؤول كبير جد. من هو المسؤول؟ مفيش معلومة عندي. واعتقد ان مفيش معلومة هتطلع تقول مين هو المسؤول. لان اكيد مدام هو مسؤول كبير اكيد الاتفاق تم اني يعني راجل كتر خيره بيهتم بنادي الزمالك بيهتم بشؤون نادي الزمالك. ولكن مش عاوزين يعملوا له احراج في الوسط الكروي يعني. فده بالنسبة للصلح. تم عقد جلسة اتصالح المستشار مرتضى منصور مع وزير الشباب والرياضة. حتى في المؤتمر الاخير المستشار مرتضى منصور لم يتطرق من قريب او من بعيد لوزير الشباب والرياضة. عكس المؤتمر الاولاني. انما المؤتمر الثاني لو تلاحظ المستشار لم يتطرق للوزير. ده رقم واحد. رقم اتنين. الوزير امبارح كان في مداخلة مع عمرو اديب. عمرو اديب بحسه كده الاعلامي قعد يجرجر الوزير بلغه الكلام كده. قعد يجرجر الوزير مين اللي بيقود نادي الزمالك. رد عليه الوزير قال له مجلس اداره نادي الزمالك. سال عمرو اديب على موقف مرتضى منصور. رد الوزير وقال ان مجلس اداره نادي الزمالك التزم بزوال عضويه مرتضى منصور وكمان مرتضى منصور ما استناش ان يتم ازاله عضويته بشكل رسمي ولكنه اعتذر عن حضور جلسات مجلس الاداره لحين البت في الحكم اللي هو بتاع المحكمه الاداريه العليا بتاع عودته او انتخابات. فالوزير بيقول ان مرتضى منصور نفذ الحكم من تلقاء نفسه بدون ان يتدخل مجلس الادارة. وايضا مجلس الادارة بعت ودي معلومة. انا راجل زملكاوي ولكن انا بقول لك معلومة لان المعلومة اهم من انتمائي. يعني انا ممكن اقول لك معلومة ما تعجبكش عن الزمالك. وبالمناسبة دي مدرستي. ممكن اقول لك معلومة ما تعجبكش عن الزمالك. حلو. ولكن لازم اقولها لك. يعني حتى لو المعلومة ضايقتك وضايقتني. فانا لازم اقول لك المعلومة لان ده دور انا بعمله. فالمعلومة ان مجلس ادارة نادي الزمالك ارسل لوزارة الشباب والرياضة قرار بزوال عضوية المستشار مرتضى منصور. والمستشار مرتضى منصور بدون حتى ما المجلس يصدر هذه الخطابات مرتضى منصور امتنع عن حضور جلسات مجلس الادارة وقال لك انا مش موجود لنا ولا ولادي. القصة اللي احنا سمعناها الايام الماضية. فتم الصلح واتفقوا على اتفاق جنتلمان. وده اللي انا جاي لك فيه. الاتفاق كان مضمونه حاجتين او بيستند الى حاجتين رئيسيين. الاتفاق الاولاني اني مش هنجيب سيرة بعض. يعني مش هتلاقي المستشار مرتضى منصور الفترة اللي جاية بيجيب سيرة الوزير. مش هتلاقي ده بيحصل. وفي نفس الوقت مش هتلاقي الوزير بيتكلم على مرتضى منصور بشكل في يعني في تجريح او
يعني حاجة من هذا القبيل يعني. ده الاتفاق الاولاني، مش هنتكلم على بعض. الاتفاق التاني ايه؟ الاتفاق التاني وهو عودة مرتضى منصور الى مجلس ادارة نادي الزمالك. هيعود ازاي؟ هقول لك هيعود ازاي. اتفقوا يعني فيما بينهم ان رقم واحد مرتضى منصور، القانون معروف، حتى لو لم يتم اصدار حكم قضائي في عودة مرتضى منصور في المحكمة الادارية العليا، ولكن فرص عودة مرتضى منصور عن طريق القضاء صعب. يعني فرصة عودة ان مرتضى يكسب الحكم ويرجع بحكم المحكمة ده صعب، صعب جدا. ولكن مفيش حاجة طبعا، ولكن انا بكلمك ب يعني القراءة اللي احنا عارفينها. فمرتضى منصور مفيش قدامه طريق او سبيل غير انه يعود بانتخابات. تم الاتفاق ان مرتضى منصور هيرجع او هيتم السماح له بدخول الانتخابات التكميلية اللي هتكون ابتداء من شهر 7 حتى نهاية شهر 10. فتم الاتفاق على هذا الخريطة، ودي تعتبر خارطة الطريق بين نادي الزمالك ووزارة الشباب والرياضة. هتيجي تقولي ممكن انت تكون اهلاوي دلوقتي، تقولي يعني انتوا بتعملوا اتفاقات ومرتضى منصور المفروض ان هو ما يرجعش وما يدخلش نفس الدورة دي او كده يعني، او قانون الرياضة بيقول ان هو ما يدخلش. بص يا صديقي العزيز، في الكرة المصرية تحديدا وقوانين كرة القدم المصرية مفيش حاجة اسمها ما ينفعش، وانت حتى في شغلك مفيش حاجة اسمها ما ينفعش، كل حاجة تنفع. والقوانين المصرية بتاعت الرياضة يعني كده ينفع وكده ينفع، دي تمشي ودي تمشي. زي كهربا، ما هو كهربا موقوف من شهر واحد، كهربا موقوف من شهر واحد، انما كهربا لسه بيلعب. ليه؟ تحايل على القانون. فالتحايل على القانون لو هقعد احكي لك فيه احكي لك فيه كتير. في أندية خدت نادي قرن وهي مش أكثر تتويجا بالبطولات، وفي أندية بتاخد فلوس رعايات بالظلم والافتراء، وفي أندية لعبتها بتعمل إعلانات وهما أقل جماهيرية ونجومية من زمايلهم اللي في الأندية التانية. فبص ما تكلمنيش على القانون، لأن لو الملف ده تكلمنا فيه ده عاوز أفتح لايف من الفجر لغاية تاني يوم الفجر، فبلاش نتكلم على القوانين. طيب الوزير مع عمرو أديب، نرجع بقى لعمرو أديب. الوزير عمرو أديب بيسأله سؤال برضو خبيث شوية، وسؤال حلو يعني كواحد إعلامي يا سؤال حلو. وخلي بالك تتفق تختلف على عمرو أديب في زملكاويته إنما عمرو أديب يعني عمرو أديب إعلامي مهني بيعرف يطلع المعلومة إزاي. عمرو أديب سأل الوزير سؤال خبيث، قال له إيه؟ قال له هل مرتضى منصور يحق له الترشح من جديد في انتخابات الزمالك التكميلية القادمة؟ رد الوزير بدون تفكير، وده يديك ان حصل زي ما تقول كده اتفاق او ترتيبات، قول زي ما تقول، بعودة مرتضى منصور. رد الوزير قال مرتضى منصور يحق له العودة او الترشح لانتخابات الزمالك القادمة، لان القضية بتاعته هي قضية مقيدة للحريات وليست قضية فيها اللي هي الحاجات اللي هي الجرائم التانية من هذا القبيل يعني، معرفش بيسموها ايه كده، ولكن الحكم بتاع سب وقصف دي قضية مقيدة للحريات وليست من الحاجات اللي هي فيها السرقة والقتل والحاجات اللي هي مش كويسة دي. فالوزير امبارح قال لعمرو أديب ان مرتضى منصور هيدخل انتخابات نادي الزمالك وما عندوش اي مشكلة. مرتضى منصور بقى في الجزئية دي بدأ يجهز النائب بتاعه، واحتمال يتم تجهيز عضو اذا تم الاستمرار في زوال عضوية النائب سليمان وهداب. يعني ممكن تبص تلاقي الانتخابات على موقع او على منصب الرئيس والنائب وعضو مجلس ادارة اذا تم زوال عضويه سليمان وهدان. والمستشار مرتضى منصور ما دام حد حط في دماغه
لما بيحط حد في دماغه خلاص. فسليمان وهدان اتحط في دماغ مرتضى منصور. هل بقى مرتضى منصور هيزيل عضويته وان هو ما حضرش ثلاث جلسات؟ يعني قانونا ما نعرفش ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه، ولكن مرتضى منصور بدا يجهز اتنين نواب. اتنين نواب هيختار منهم واحد، وهو بدا يميل لواحد عن الاخر. بدا يميل لواحد عن الاخر. مين هما الاتنين نواب دول؟ هقول لك الفتره اللي جايه، ولكن عاوز اقول لك ان في محاولات قوية واتمنى انها تتم بنجاح، لان لو تمت المحاولات دي ونجحت هو شخصية انا بحترمه جدا وبحبه جدا، وهو المستشار احمد جلال ابراهيم. المستشار احمد جلال ابراهيم في محاولات الان بتجرى انه ياخد موافقة من هيئة القضاء الاعلى او المجلس القضاء الاعلى بترشحه لانتخابات نادي الزمالك. بيحاول المستشار احمد ابراهيم انه ياخد الموافقة ويدخل على موقع او على منصب النائب في الانتخابات، واحمد جلال ابراهيم لو دخل على منصب النائب ومرتضى منصور لو دخل على منصب الرئيس اعتقد ان هيكون بالنسبة لي الوضع هيكون كويس في الزمالك. ولو هتاخد عضو مجلس ادارة اذا كان احمد حسام ميدو عضوا في نادي الزمالك فاتمنى دخول ميدو انتخابات نادي الزمالك، ويبقى عضو مجلس اداره احمد حسام ميدو يشتغل بشكل رسمي. ده اللي انا بحلم بيه يعني. طيب فده بالنسبه للمرتضى منصور والكلام على الانتخابات والكلام ده كله. عملنا لايك وشير علينا الدنيا. تعالى بقى ندخل لموضوع تاني. ايه هو الموضوع التاني اللي انا عاوز اكلمك فيه؟ وهو مفاجاه الاتحاد العربي الى نادي الزمالك. نعلى باللايك والشير، نعلى باللايك والشير قوي لان الكلام اللي جاي ده مهم. الاتحاد العربي عارف قيمة نادي الزمالك. هتقول لي يا عم نادي الزمالك ده بيكح تراب هنا في الدوري المصري. انا ما بكلمكش على مستوى فن، ولكن الاتحاد العربي بيتعامل مع نادي الزمالك ان هو نادي كبير، نادي ليه شعبية، نادي ليه جماهيرية، نادي كبير، نادي يتقل البطولة زي الهلال والنصر واتحاد جدة والشباب السعودي والوداد والرجاء. الزمالك يتقل البطولة، والاهلي لو كان موجود الاهلي يتقل البطولة. يعني ما اقدرش اقول لك غير كده، لان الاهلي جماهيرية ونادي كبير في افريقيا وفي الوطن العربي، محدش يقدر يقول كده يعني. فالزمالك عنده مشكلة في القيد. اتحاد الكورة هيفتح القيد بعد يوم 20، وفي كلام ان اتحاد الكوره يعمل استثناء للزمالك انه يؤيد لعيبته بدري شويه عشان يشتركوا في البطوله العربيه. وفي كلام تاني يقول لك لا احنا مش هنفتح القيد لنادي الزمالك. بدا وسطاء من نادي الزمالك يتواصلوا مع الاتحاد العربي وبداوا يشرحوا له المشكله اللي الزمالك فيها. يعني الزمالك لو جاب صفقات هيأيدها؟ لا، الاتحاد المصري مش هيأيدها. طب الصفقات دي هتلعب ازاي في البطولة العربية؟ وكذلك نادي الوداد اللي لسه الدوري المغربي ممكن يخلص متأخر شوية. فالوداد والزمالك والرجاء هتبص هتلاقيهم عندهم أزمة في قيد اللعيبة. الاتحاد العربي بيفكر، وخليني أقول لك الانفراد من عندنا هنا، الاتحاد العربي بيفكر انه يعمل حاجة جديدة يساعد بيها الزمالك والرجاء والوداد والأندية اللي مشتركة في البطولة العربية. هيعمل ايه الاتحاد العربي؟ الاتحاد العربي هيقولك بمجرد يعني انت يا نادي، هنفترض نادي الزمالك مثلا، بمجرد يا زمالك ان انت تعاقدت مع صفقة لعيب 2-3-10 وسجلتهم في اتحاد الكورة، تسجلوا مش تأيدوا. في فرق ما بين التسجيل ان انت بتوثق العقد ان خلاص فلان الفلاني ده بقى لعيب نادي الزمالك، القيد بقى ان هو يلعب معاك الموسم ولا ما يلعبش معاك الموسم. فالاتحاد العربي هيطلع قرار او بيان قريبا هيقول ان ما دام الزمالك تعاقد مع الصفقه او الوداد او واتيفر، تعاقدت مع الصفقه وسجلتها في اتحاد الكوره اللي انت تابع ليه،
يحق لك انك تخلي بقى اللعيب بتاعك يشترك في المباريات بتاعه البطوله العربيه دون الحاجه ان يتم قيده في القايمه بتاعتك المحليه. واصله؟ يعني مش لازم يتقيد في القايمه. اتحاد الكره المصري بقى يفتح القيد للزمالك، ما يفتحش القيد، ولكن الزمالك هيعمل العقد مع اللعيب ويتم توثيق العقد ودفع الرسوم في اتحاد الكوره. شكرا. هتفتح بقى باب القيد؟ مش هتفتح. الاتحاد العربي ما دام انت سجلت اللعيب هيلاعبوه، ودي حاجه كويسه جدا 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 من الاتحاد العربي. فاتمنى ان الفكره اللي بيتم التفكير ليها من الاتحاد العربي اتمنى انها تتنفذ الفتره اللي جايه بشكل محترم يعني، وان شاء الله تكمل على خير. تعالوا بينا ناخد موضوع تاني مهم جدا لا يقل اهميه عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. في دعوه قضائيه من احد اعضاء نادي الزمالك، هو محامي، اقام دعوه قضائيه لسحب كاس السوبر من الاهلي. والراجل بعت على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر يعني صورة الايصال بتاع الرسوم القضائية وكمان الحاجات اللي هي بقى الاوراق والمستندات والكلام ده كله. هو بيطالب بسحب كاس السوبر من الاهلي. ويمكن انا اتكلمت كتير في الموضوع ده وقلت رأيي بصراحة ان الزمالك دخل متأخر، والزمالك دخل اللعبة متأخر. هل بقى دخوله متأخر ده يأثر عليه ولا ما يأثرش عليه الفترة اللي جاية؟ هنعرف هل انا كنت صح لما انا بقول الزمالك اتاخر وكان المفروض يكسب وقت ويقدم بدري شويه ولا لا. ولكن نادي الزمالك طلع مستند جديد بيقول اني بنطالب بناء على مشاركه كهربا الغير قانونيه في مباراه السوبر واعتذار الزمالك عن المشاركه في البطوله، بنطالب باعاده كاس السوبر. إعادة كأس السوبر وليس سحب كأس السوبر. يعني يعني أصل سحب كأس السوبر ده هناخده هنسحبه هنديه للزمالك. لا، هو الزمالك ما طالبش بسحب كأس السوبر، الزمالك طالب بإعادة اللقاء. الزمالك طالب بإعادة اللقاء. ده في الورق وفي المستند اللي قدمه للفيفا. أتمنى إن يكون الشكاوى دي حقيقية وتتقدم ونكمل ونروح لأبعد نقطة، وأتمنى إن احنا نكون قدمنا شكوى شيكابالا بتاعت التنمر والعنصرية. يعني كل ده أتمناه، ولكن يعني مش عاوزين بقى إن احنا نقول كلام ونقول إن احنا هنبني السد العالي واحنا طالعين القمر ونبص نلاقي الأيام بتنسي والزمن بينسي والجمهور يكون هادي. دي مش سياستي، وأنا تحديدا يعني بعرف ان انا اتكلم في المواضيع واذكر بيها بشكل مستمر. اتمنى ان ده يحصل في نادي الزمالك ويفكر بقى بشكل بروفيشنال شوية وشكل احترافي، وازاي تعرف تجيب حقك، ازاي تعرف تجيب حقك. النهاردة كان في قضية بتاعت كهربا والحكم، او يعني الاهلي القضية اللي كان رافعها على عدم شرعية لجنة الانضباط في اتحاد الكرة وعدم شرعية تعيينها. النهاردة كان في القضية اتأجلت لنهاية هذا الشهر، اعتقد يوم 25 يعني حاجة في هذا القبيل يعني. والنهاردة في كلام شبه مؤكد ان النهاردة الاهلي سحب او قدم طلب لهيئة المحكمة بسحب الشكوى بتاعته، وده هيبتدي فيه يوم 25 او 26 اللي هم الايام بتاعت او اليوم اللي هو بتاع الحكم او النظر القضية بتاعت كهربا. هنشوف الفترة اللي جاية ايه اللي هيحصل في الموضوع ده، وكهربا لسه بيلعب والدنيا زي الفل والدنيا جميلة، والاهلي نجح في الملف ده والاهلي عارف يكسب وقت كويس جدا جدا جدا، والزمالك معرفش يكسب وقت لان الزمالك اتأخر تأخير غير مبرر في ارسال الشكوى. وانا عندي رأيي وعندي مبدأي، الزمالك تأخر كثيرا في هذه الشكوى، كانت الشكوى دي تتبعت بدري شوية. طيب تعال بينا ندخل على موضوع تاني، وهو اتحاد الكورة
كل سنة بيعمل ايه؟ في حاجة اسمها رخصة الأندية. اتحاد الكرة كل سنة بيبعت رخصة الأندية للاتحاد الأفريقي. يعني ايه؟ يعني الاتحاد الأفريقي بيبعت لاتحاد الكرة كل سنة يقول له بعد إذنك مين الأندية اللي مشاركة في أفريقيا؟ فالاتحاد الكورة بيقول له مثلا الزمالك والأهلي وبيراميدز وفيوتشر، دول مشاركين في البطولات الأفريقية. يبدأ الاتحاد الأفريقي يقول لاتحاد الكورة ابعت لي الرخص بتاعتهم، ابعت لي الرخص بتاعتهم. رخصة اللي هي يعني ان انت تشترك في البطولة يعني، او يعني سموها التصريح عشان برضو المشاهد البسيط ما يبقاش القصة متكلكعة يعني. انا دايما احب اتكلم وفاهم المشاهد البسيط. فالرخصة عشان الزمالك يشارك في بطولة افريقيا سواء بقى كونفدرالية ولا دوري ابطال، لازم الزمالك ياخد موافقة على الرخصة بتاعته من اتحاد الكورة. اتحاد الكورة عمل ايه؟ اتحاد الكورة عمل ايه؟ اتحاد الكورة ليه فلوس عند الزمالك اللي هي بتاعت المستحقات، ليه حوالي اكتر من 60 مليون. وتم عقد جلسة ما بين الزمالك واتحاد الكورة عشان خاطر يتم جدولة الفلوس دي، وتم الاتفاق على جدولة الفلوس دي. جه اتحاد الكورة رجع في كلامه وقال لك لا، انا يا عم ده انت اتفقت على جدولة ومضيت على جدولة وعملت جدولة، لا انا لا انا بنسحب من الجدولة دي. عمل ايه؟ بعت اتحاد الكورة للاتحاد الافريقي قال له ان انا مش هدي الرخصة غير للناس اللي دفع فلوسها بالكامل، غير للناس اللي دفع فلوسها بالكامل. رد الاتحاد الافريقي اعتمد كلام اتحاد الكورة وقال ان اتحاد الكورة له الحق في عدم اعطاء الرخصة للاندية اللي عليها فلوس، واللي هي من ضمنها نادي الزمالك، اللي هي من ضمنها نادي الزمالك. فكده اتحاد الكورة بيحط الزمالك قدام المدفع، عاوز تشترك من او في بطولة افريقيا اللي جاية سواء بقى كونفدرالية ولا دوري ابطال، ادفع لي الفلوس عشان اديك الرخصة. وكمان الاتحاد الافريقي ده بقى الجديد، اتحاد الكورة اتفق مع الاتحاد الافريقي ان الاتحاد الافريقي هيبعت للزمالك يقول له ادفع فلوسك لاتحاد الكورة عشان يديك الرخصة. يعني القرار او زي ما بيقولوا ايه، الخبر هيجي للزمالك من اتحاد الكورة، يعني من الاتحاد الافريقي مش من اتحاد الكورة. فالزمالك ساعتها هيكون في موقف صعب، يا الدفع يا اما التهديد بالخروج من دوري ابطال افريقيا. الاتحاد الكورة راح قال للاتحاد الافريقي، يعني ان الاتحاد الافريقي خاطب الزمالك، واتحاد الكورة قال لك انا بعيد، انا مستخبي، انا مش هظهر دلوقتي، عشان يخلي الزمالك في مواجهة مع الاتحاد الافريقي. فالاتحاد الافريقي هيبعت اليومين الجايين خطاب لنادي الزمالك يقول له ادفع مديونياتك عشان تاخد الرخص. واتحاد الكورة قال يعني انا بعيد، هو خايف من جماهير الزمالك، قال لي يعني انا بعيد وانا مش موجود وانا ماليش فيه، ودي مشكلتك يا زمالك انت والاتحاد الافريقي، عشان يورط نادي الزمالك انه يدفع فلوس بدري شوية. يعني اساليب ملتوية بيعملها الاتحاد الكورة عشان ياخد الفلوس. ولكن بعد ان تمت الجدولة رجع اتحاد الكورة في كلامه من جديد. طيب، يوسف اسامة نبيه مضى البيراميدز ووقع واخد مقدم تعاقد، والزمالك الفترة الاخيرة بيحاول يحل القصة وعاوز الزمالك، يوسف اخد فلوسه مقدم تعاقد من بيراميدز ومش عاوز يرجعها، جاب بقى شقة، جاب عربية، جاب اي حاجة. فيوسف اسامة نبيه او الكابتن اسامة نبيه يعني قال للزمالك لو عاوزين يوسف الزمالك يدي البيراميدز الفلوس اللي البيراميدز دفعها ليوسف. يعني يوسف سي اخد 2-3 مليون من بيراميدز، يوسف مش هيرجعه، الزمالك هو اللي يرد الفلوس دي لبيراميدز ويخلص الموضوع بشكل ودي مع بيراميدز، لان يوسف اسامه مضى بالفعل لبيراميدز. وفي انباء ان سيف جعفر كمان مضى، ولكن هي انباء غير مؤكده. فالزمالك بيحاول الفتره اللي جايه ان اي فلوس تدخله هيبدا يديها لبيراميدز
اللي هي مقدم التعاقد يعني بتاع يوسف اسامه نبيه، والزمالك هو اللي يرجع الفلوس لبيراميدز ويخلص مع يوسف اسامه نبيه. الديل ده ما خلصش، يوسف اسامه نبيه طار منك. نفس الكلام لسيف جعفر برضو، لو الزمالك ما لحقش يخلص معاه برضو هيكون هيطير منك. وانا الفتره الحاليه يعني عندي غضب شديد من البعض من جماهير نادي الزمالك اللي بتقولك اصل النادي ما فيهوش فلوس، اصل نجدد ازاي والنادي ما فيهوش فلوس. هما جزء من جماهير نادي الزمالك عاوزين يدوا تبرير لمجلس الاداره او للقائمين على اداره نادي الزمالك، عاوزين بالبلدي كده يطلعوهم ابرياء من اي حاجه. اللي كان عاوز يجدد ليوسف وسيف جعفر كان جدد من سنه، ما كانش استنى والعيد بكره وانا نازل اشتري الكحك. هقولها تاني لان انا عندي غضب شديد من البعض من جماهير نادي الزمالك اللي بتطبل، اللي بتؤيد على طول الخط، اللي ما بتحبش الزمالك وبتحب افراد للاسف. ما تجيش تقول لي اصل النادي ما فيهوش فلوس نجدد منين. طب وانت كنت فين يا جميل؟ انت كنت فين يا قمر من سنه، من ست شهور؟ الاهلي ما بيسيبش لعيب للمنظر ده. هتقول لي ايمن اشرف، هو الاهلي مش عاوزه. هات لي لعيب الاهلي محتاجه او لعيب واعد زي كريم نيدفيد اللي كان الاهلي بيجدد وبيطلعه من اعاره، بيجدد وبيطلع اعاره. هات لي لعيب حصل كده في الاهلي. فما تقعدش تبرر على لحم بطنك وتقعد تدعم اشخاص ضد النادي. وانا بجد خلاص عندي حاله زهق وقرف من البعض من اللي هم بيقعدوا يبرروا بالعافيه. لا مجلس الاداره مش غلطان، لا غلطان، لا مجلس الاداره غلطان انه ما جددش لسيف جعفر ويوسف اسامه وصبر على اللحظات الاخيره. لا مجلس الاداره غلطان والمشرف العام على الكره غلطان، ولو قلت غير كده مش هعرف اقابل ربنا ومش هعرف احط دماغي على المخده. كنا نجدد من بدري شويه يا اللي ماسكين الطبله والرق وعمالين تطبلوا. مش عارف بتطبلوا انتوا شايفين ايه بيحصل يعني؟ حلو يعني مش عارف. فدي قصه يوسف اسامه نبيه. الزمالك او لجنه الكوره او احمد حسام ميدو، يعني الزمالك اصلا ملوش صاحب دلوقتي، مفيش حد. لما تقول احب اكلم الزمالك اكلم مين؟ مش هتلاقي حد تكلمه يعني. الزمالك او في وكلاء اللي هم التابعين لنادي الزمالك بداوا يتكلموا مع اكتر من لاعب في الدوري، وفي وكيل مقرب من نادي الزمالك بدا يتكلم مباشره مع وكيل الياس الجلاصي النجم التونسي اللي بيلعب في المصري وعامل موسم محترم مع النادي المصري. الياس الجلاصي اتعرض عليه نادي الزمالك، اللعيب موافق ومرحب جدا وطالب اللعيب بسرعه حسم التعاقد معاه. يعني الياس الجلاصي الظاهر ان عارف او حد قايل له ان اداره نادي الزمالك تتسم بالبطء. شوف انا بتكلك عليها ازاي، شوف انا بتكلك عليها ازاي. اي حد بيحب الزمالك يقول كده، ان اداره نادي الزمالك بتتسم بالبطء. ادوس عليها كده، بطء، بطء في الصفقات، بطء في التجديد، بطء في تقديم الشكاوى، بطء في اتخاذ القرارات، بطء بطء بطء. فالياس الجلاصي اتكلم قال انا موافق ولكن يخلصوا، ما يجوش ليلة العيد ويقولك احنا افتكرنا اصل الياس الجلاصي عاوزينه في اخر يوم في القيد. فاللعيب بيقولك عاوز اخلص من دلوقتي، انا موافق، انا موافق. زائد ان في مهاجم نادي شباب بلوزداد الجزائري اللي هو اسمه وامبا، ده لعيب كاميروني معروض ايضا على نادي الزمالك، عنده 20 سنه، ما لسه ما شفتش ارقامه ولا شفت احصائياته، ولكن يعني هو جاب فينا الهدف من ضربه الجزاء لما اتغلبنا على ارضنا هنا من البشوات البهوات، لعيبه اللي للاسف لابسين تيشيرت نادي الزمالك لما اتغلبنا على ارضنا هنا 1-0. وامبا ده هو اللي جاب الهدف في نادي الزمالك. الغاء حفله احمد سعد المطرب اللي او الفقره بتاعته
في افتتاح فرع النادي الاهلي في التجمع الخامس يوم الخميس اللي جاي، افتتاح الاهلي للفرع الخامس بتاعه في التجمع الخامس. ماشي، زملكة الدولة الزمالك عنده فرع واحد والاهلي عنده 5 فروع. لغوا فقرة احمد سعد عشان خاطر كان في حفلة اخيرة لابس لبس يعني بيتشبه بيه النساء والكلام ده كله، فالاهلي يقولك احنا قيم ومبادئ الاهلي ما ينفعش ان احمد سعد يبقى بيتشبه بملابس النساء ونجيبه نادي الاهلي نادي القيم والمبادئ. يعني نادي القيم والمبادئ ما يهربش لعيب من ناديه وما يحرضش لعيب على ناديه وما ياخدش مدرب باسكت ويقعد يتفاوض معاه وما يعملش شغل مش كويس عشان خاطر يعني يأذي المنافسين بتوعه، ده لو في قيم ومبادئ اصلا. فده كان كلامنا النهاردة، اعتقد ان احنا خلصنا الكلام بتاعنا. لو في جديد هنطلع لايف ان شاء الله مساء، مفيش جديد هنحاول ان احنا نتقابل بكرة باذن الله تعالى. ما تنساش اللايك وشير للفيديو والاعجاب والمتابعة للبيج، ولو على يوتيوب اكيد مش هتنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك والشير للفيديو. اشوف حضراتكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم، على السلامة.